قول له عم مؤمن زكريا امبارح فنان، عمل كام لعبه والهدف اللي جابه بصراحه هدف ولا اروع، وتحركاته مؤمن فايق يفوق الفرقه معاه، مؤمن مؤثر جدا، مش زي ما البعض برضو بيتكلم بسلبيه عن مؤمن، لعيب كبير بيلعب اي وقت بتلاقيه بيتالق وبيظهر بشكل كويس جدا، واللعيب الحريف ده بيبقى عمله نادره، ومؤمن لعيب حريف. احمد فتحي قلب الاسد هنفتقده المباراه اللي جايه، وحسام عاشور واحد من لعيبه الرجاله، واحد من اللعيبه اللي تديك باور حتى وانت قاعد بتتفرج، عايز تشجع الفريق وعايز فيه النوعيه دي موجود. حتى عماد متعب هو مش موجود، دوره مهم جدا، هي دي روحنا وهي دي اخلاقنا وهو ده اللي احنا اتربينا عليه، المسانده والدعم في التوقيت ده. افريقيا يا اهلي اتكتب باسم اللعيبه كلها والجماهير والجهاز الفني، ده اللي احنا طول الوقت اللي احنا بنتكلم ده كان مهم، كلام لكل اللعيبه، انا مش عايز انسى حد. اجاي واحده من الصفقات المحترمه للنادي الاهلي، الراجل ده كل يوم بيثبت قد المسؤوليه، تحط راس حربه، راجل وجدع. والنهارده كنت موجود في التدريبات، هنقل لحضراتكم بعض الحاجات اللي حضراتكم اطمنكم في بعض الامور، ولكن اجاي الراجل كل لما بيقعد اكتر بينسجم اكتر وبيتالق، وتحس ان هو كمان واحد مننا. افتكروا الكلام ده كويس جدا على اللعيبه المحترفه، في لعيب بيجي بارقام كبيره ويجي يقعد لك شويه ويمشي كانه موظف، ما يسيبش علامه. وفي لعيبه علي معلول من اول يوم جا النادي الاهلي الناس بتحبه بالمناسبه من اول يوم. اجاي نفس الموضوع، في تعاطف مع وليد ازار والناس عايزاه يجيب هدف عشان يقوم، لكن عجبني جماهير الاهلي الواعيه. كنت في الماتش والجماهير وليد مع كل لمسه بتحاول تقول له احنا معاك احنا في ظهرك، هو حتى بعد الشوط الاولاني الجماهير بشكل خاص نادته. هو ده جماهير النادي الاهلي الواعي اللي عندها واللي هي تقف جنب فرقتها قبل مباراه مهمه، مش مهم الاسماء، المهم الاهلي.